ينضم إلينا عبر الهاتف النائب عماد خليل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب المصري. أولا سيادة النائب، بعد تحية اليوم اجتماع جمعكم وجمع مجموعة من أعضاء المنتمين لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مع وزيرة الدولة للهجرة والسفيرة نبيلة مكرم، أولا أبرز ما تم مناقشته خلال هذا الاجتماع وأبرز الآليات التي سيتم اتباعها أيضا لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال هذا الاجتماع؟ أهلا بك ولكل الساده المشاهدين. اهلا بك. انا زي ما حضرتك ذكرت كنت حاضر هذا اللقاء مع وزيره الهجره الداعمه للشباب لبحث دعم مركز الحوار للدارسين في الخارج. كان في مجموعه من نواب المحافظين، السيد ابراهيم السعادي نائب محافظ الجيزه، وايضا الاستاذ محمد موسى نائب محافظ المنوفيه، وعدد من اعضاء تنسيق شباب الاحزاب السياسيين من النواب واعضاء مجلس الشيوخ وايضا من اعضاء التنسيقيه. اللقاء كان لبحث التنسيق والتعاون المشترك لتفعيل اهداف مركز الحوار لشباب الدارسين في الخارج، ووضع خارطه الطريق بين الجهتين لتنظيم فعاليات وزيارات ميدانيه لعدد من المحافظات لشباب الدارسين في الخارج، ليتعرفوا خلال هذه الزيارات على ما تنزله الدوله من جهه في مختلف الملفات، منها رفع المستوى المعيشي لاهالي القرى اكثر احتياجا في المحافظات. وزيره الهجره رحبت بالوفد وعربت عن فكرها لما يقدمه اعضاء التنسيقيه من تعاون ما بين الوزاره والتنسيقيه في عدد من الملفات اهمها ملف الدارسين في الخارج في اطار الوزاره التي اطلقتها لاستراتيجيه متكامله للتواصل الفعال مع شبابنا في الخارج. منها بعد تقسيم مركز الحوار لعمل منصه ومظله حواريه ومعرفيه لشبابنا في الخارج، والاستفاده من تجربه التنسيقيه اللي حققت عدد من النجاحات في الفتره الاخيره، منها تمكين الشباب وتمثيل كوادر شبابيه في الدوله سواء في المناصب التنفيذيه او المنصات التشريعيه كاعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وايضا اثنت على التجربه واشادت فيها. وفد التنسيقيه بدوره اكد على الاستعداد التام للمشاركه والتعاون مع وزاره الهجره في تنفيذ هذه الاستراتيجيه، ورحب زمايلنا من اعضاء الخطه التنفيذيه الممثلين في نواب المحافظين بعرض زيارات ميدانيه للقرى الاكثر احتياجا اللي تم رفع كفاءتها من خلال حياه كريمه وغيرها من المبادرات الرئاسيه. صحيح. التي اثرت بالايجاب على مستوى المعيشه لاهالينا في قرى وريف مصر. بشكرك شكرا جزيلا سياده النائب عماد خليل، عضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين بمجلس النواب المصري، على ما تفضلت به من توضيحات.